السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أوصلنا باختتام شهر رمضان وجعلنا وصيرنا مهمومين ومحزونين في فراق شهر رمضان وأبعدنا والعرفان وقربنا بالجمعة والجماعة وبصدقة الفطر وبصدقة الفطر إلى نبي الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده شهادة ناطقة بالحجة والبرهان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه صلاة موصلة إلى دار الجنان خصوصا على الإمام الحمام أبي بكر الصديق في السر والإعلان وعلى الإمام الحمام عمر الفاروق بالحجة والبرهان وعلى الإمام الحمام عثمان ذي النورين جامع القرآن وعلى الإمام الحمام علي صاحب العلم والعرفان وعلى الإمامين الهمامين
الشمسين القمرين النورين النيرين يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام اعلموا أن هذه الجمعة آخر جمعات شهر رمضان وجمعة الوداع للتراويح وختم القرآن وجمعة الفراق من الإنعام والإحسان الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح وختم القرآن يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عند الملك المنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن شهد منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالذكر وآيات الحكيم إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان ومعرفة الإيمان وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا